لما رأى زكريا ذلك ورأى هذه البنت التي فضلها الله سبحانه وتعالى واصطفاها وأعطاها من الكرامات، كلما دخل عليها زكريا المحراب في كل مرة يجد عندها الرزق، اشتاق هو إلى الولد، ما كان يولد له. وكان عمره في ذلك الموطن لما كان يكفل مريم عليها السلام وكان يدخل عليها، كان عمره في ذلك الوقت 100 سنة، وزوجته عمرها 99 سنة. فاشتاق الى الولد واخذ يدعو الله سبحانه وتعالى في دعاء عظيم يقول الله سبحانه وتعالى عنه في تفصيل في اكثر من سورة. يقول الله سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. اذكر لما رحم الله سبحانه وتعالى عبده زكريا: اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، اعظامي صارت ضعيفة بسبب كبر السن، واشتعل الرأس شيبا، امتلأ الرأس شيبا، ولم اكن بدعائك ربي شقيا. متعود ان الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائه. واني خفت الموالي من ورائي، هو النبي الوحيد في ذلك الوقت، والذين وراءه يرى من اخلاقهم ما لا يعجبه، فخاف انهم يتولون بني اسرائيل الموالي الذين سيلونه، يخاف ان يليه من بعده من بني اسرائيل من لا يقوم بامر الدين كما يريد الله عز وجل ويبدأ الانحراف من جديد. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، اعطني من لدنك من يليني يخلفني يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث النبوة، واجعله ربي رضيا. فهنا جاءت الاستجابة، يقول الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له واصلحنا له زوجه. اصلحنا له زوجه كانت عاقر فاصلحها الله تعالى فصارت كلد، يقول ابن عباس: فلما استجاب الله تعالى له حاضت، امرها 99 سنة وحاضت، فهذا من قدرة الله عز وجل. وفي رواية اخرى عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيري: واصلحنا له زوجة وكانت سيئة الخلق بذيئة اللسان فاصلحها الله عز وجل. فاذا اصلحها خلقا وخلقا، اصلح اخلاقها واصلح جسدها. واصلحنا له زوجة بشرته الملائكة: يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. نزل التبشير انك سيأتي غلام وان تسميه يحيى، وهذا الاسم غريب ما تسمى به احد من قبل. يقول الله سبحانه وتعالى: لم نجعل له من قبل سميا. السمي هو الذي يشاركك في الاسم، اسمك على اسمه. لم نجعل له من قبل سميا، ما في احد اسمه يحيى قبله. قال ربي، متعجب كيف استجاب بسرعة هكذا، وكيف ستكون له ولد وهو كبير وزوجته عاقر. قال ربي أنى يكون لي غلام، كيف سيكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، أمر بسيط على الله عز وجل، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اذا الله سبحانه وتعالى خلقك وانت لم تكن شيء، قادر الله سبحانه وتعالى ان يهبك الولد. قال رب اجعل لي آية، اجعل علامة لي ان زوجتي حملت، واجعل علامة لي ان هذا المولود يظهر على بني اسرائيل ليعرف بني اسرائيل فضله. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. أنت سوي، ليس فيك خلل، بدون عيب. كلمة سوية عن زكريا عليه السلام، أنك بدون ما يختل جسدك، بدون ما يصيبك مرض، بدون ما يصيبك أي شيء،
تظهر لك العلامة أنك لن تستطيع أن تكلم الناس 3 أيام. وفي الآية الأخرى إلا رمزا، تستطيع أن تكلمهم بالإشارة وبكلام الشفاه بدون صوت. الرمز لما يتحدث الإنسان بشفته ولا يظهر صوتا، فتستطيع أن تحدثهم بالإشارات وبالرمز، لكنك لن تستطيع أن تكلمهم مشافهة. قالوا عنه كان يسبح ويذكر الله عز وجل، فإذا التفت إليهم يريد أن يتكلم ما يستطيع، يكلم نفسه يسبح يستطيع، يكلم الناس ما يستطيع. فظهرت له هذه العلامة 3 أيام، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، ما استطاع يكلمهم، فأوحى إليهم، حملت فورا بعدما أتاها، حملت فورا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، سبحوا الله عز وجل بكرة وعشية. يصف الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في آيات أخرى فيها بعض المعاني الأخرى عن يحيى. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، إذن من الذي ناداه؟ الملائكة، إن نبشرك، كلام الملائكة. فنادته الملائكة، متى نادته؟ وهو واقف يصلي، وهو قائم يصلي في المحراب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سيأتيك يحيى، ويحيى سيصدق بعيسى. إذن سيأتيك يحيى وسيأتي كلمة من الله، سيأتي نبي آخر ويحيى سيصدقه. كلمة الله عز وجل هو عيسى عليه السلام. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وسيدا، كريم شريف، وحصورا، الحصور هو الأعزب الذي لا يأتي النساء. قال بعض المفسرين كلام عجيب في هذا، قالوا انه كان يعني عنين لا يأتي النساء، وهذا عيب، هذا نقص، والانبياء ليس فيهم نقص. كان حصورا رغم ان عنده الشهوة، لكنه زهد في النساء وتعبد لله عز وجل. ونبيا من الصالحين،